اليوم بهذا الربط المباشر وهذه النافذة الصباحية من برنامج يوم جديد. أكيد دائما موجودين بكافة المناطق في المحافظات المملكة الأردنية وتحديدا في العاصمة عمان، ولكن اليوم تجاوزنا اليوم بمحافظة البلقاء تحديدا في لواء ماحص والفحيص. اليوم نتحدث عن خيرات بلادي، اليوم نتحدث عن موسم الزيتون، اليوم نتحدث عن تراب بلادي. اليوم بصراحة مع انتهاء موسم الزيتون اليوم حابين نعطيكم بعض النصائح والإرشادات الزراعية في لواء ماحص والفحيص. راح يكون معي المهندس أسامة الحياري مدير مديرية زراعة ماحص والفحيص لواء ماحص والفحيص. صباح الخير ويعطيك العافية. صباح الخير، الله يعطيكم العافية للشباب بالميدان وبالتلفزيون بالإدارة، يعطيكم العافية على تواصلكم معنا بكل الأوقات وعلى امتداد الوطن. يسعد صباحكم. مهندس أسامة، اليوم نعرف مع انتهاء موسم الزيتون وقرب انتهاء موسم الزيتون وفي الأيام الأخيرة نتحدث اليوم في بعض الإرشادات الزراعية اللي نحكي فيها للمزارع الأردني ما بعد موسم الزيتون وأشجار الزيتون. نعم، صراحة يعني هنا مناطق لواء ماحص والفحيص تمتاز أشجار الزيتون في جودة من بالزيت والأصناف اللي مزروعة عندنا هنا في اللواء. طبعا مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون عندنا بلواء ماحص والفحيص حوالي 10,000 دنم مزروعة بأنواع من الزيتون، من بتبلش من عندنا من البلدي النبالي المحسن، أنواع كثيرة مزروعة في اللواء. طبعا بشهر 10 تقريبا من 15/10 احنا مناطقنا باردة شوي ببلشوا قطاف هو رصيع الزيتون، بعد الرصيع بنبلش بجني ثمار الزيتون. طبعا مستمرين لغاية يعني شهر 12 تقريبا هنا كونها مناطق باردة بقطاف ثمار الزيتون. الآن إحنا بدنا نحكي عن اللي هي خدمة التقليم ما بعد الحصاد. التقليم مناطقنا هنا تقريبا بنجني الثمار وبنجري عملية التقليم مباشرة، بنعمل التقليم مشان نحصل على للموسم القادم، نحصل على نموات كويسة، نحصل على زيت زيتون بتجهيز للموسم القادم. نعم، هو تجهيز للموسم القادم. طبعا الطريقة اللي هي اللي بنقوم فيها هنا بإرشاد المزارعين فيها بآلية التقليم اللي هي حسب نوع الزيتون وحسب التباعد ما بين الزراعات، لكن بنفضل انه يكون شجر الزيتون مقلم تقليم فني بشكل كروي. احنا لما نيجي من نقلم اشجار الزيتون بندخل على الشجره من قلب الشجره، بنبلش بالتقليم من الاعلى للاسفل. طبعا بنشيل النموات اللي موجوده اللي هي السرطانات اللي موجوده على 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 ساق الاشجار. بعدين بنفتح الاشجار باتجاه الشرق والغرب عشان تتخلل اشعه الشمس تدخل الشجره والهواء، لانه هذا ثمار الزيتون بحاجه الى الضوء والهواء. ونقيم النموات المتشابكه والنبوات اللي جافة، طبعا بنشيلها بواسطة المنشار، وممكن نستخدم منشار يعني كهرباء أو بنزين. من الشغل الضرورية اللي بنحب ننبه لها أنه تعقيم المواد اللي بنستخدمها للتقليم للزيتون، ونبلش بالأشجار السليمة. وإذا في عندنا أشجار مصابة بنتركها لآخر شيء بنجري عملية التقليم. الشغلة الثانية اللي هي مخلفات التقليم، نخليها من أرض المزرعة، نبعدها من المزرعة، ممكن إنه نحرقها في مكان فارغ، ممكن إنه نعطيها يعني لجهات معينة من مربي الثروة الحيوانية يستفيدوا منها. الأخشاب الناتجة نبعدها دائما مشان ما تكون بؤرة للحشرات. يعني العمليات التقليم اللي هي تؤدي إلى إنتاج زيت وفير جودة عالية. زيت أيضا عالية. طبعا هو عملية التقليم هي بتعطينا الموسم القادم زي ما حكيت لك بنسبة الزيت، وبتعطينا نوع الثمار برضو تكون الثمرة ماخذ الحجم الطبيعي لها. طيب مهندس أسامة، رسالتك الآن أخيرا إلى كل أخواننا المزارعين اللي بيشوفونا من خلال برنامج يوم جديد.
والله رسالتنا لأخوان المزارعين إنه إحنا موجودين لخدمتهم في لواء ماحص والفحيص بالاستشارات الزراعية بالميدان بالمكتب على مدار الساعة. ما عندنا مشكلة، بندعو جميع المواطنين للاهتمام في هذه الشجرة المباركة المعطاءة. شجرة هاي بطلقوا عليها المزارعين شجرة الكسلان، لكن احنا بنقول هاي الشجرة ذكرت بالقرآن وهي شجرة مباركة وتعيش أعمار يعني مئات السنين. عندنا أشجار معمرة من الزيتون أعمارها مئات السنين وبعدها بتعطي، وبعدها لغاية الآن بتعطي، كونها أشجار خير وبركة. أنا بدي أشكرك يا مهندس سامح، يعني يعطيك ألف عافية وكل الشكر على هذه المعلومات الرائعة لكل المزارعين، كل الاحترام. شكرا لكم ويعطيكم العافية. ايضا مشاهدينا الكرام نتحدث ايضا ما بعد الموسم، راح يكون معي المهندس ايضا يحيى الزيادات من وحده الانتاج النباتي. صباح الخير ويعطيك العافيه. الله يسعد صباحك وشاكر لك على هاللقاء اللي تحتنا الفرصه ان نلتقي فيكم ونعطي مزارعين الافاضل طرق العنايه ما بعد الخدمه لشجره الزيتون. الان احنا بعد مجهود سابق العام اللي سبق يعني انتاج ثمار الزيتون، الشجرة اكيد انها عانت خلال العام خلال حر الصيف والرياح الشديدة والى اخره. فالان احنا ما بعد قطاف ثمار الزيتون يجب علينا انه نفحص التربة ونعرف محتواها من العناصر الرئيسية اللي تحتاجها شجرة الزيتون، لأنه احنا في كثير عندنا مزارعين يشيلوا هذه الفكرة، يعني يقول لك والله أنا هذه شجرة الزيتون أحرثها وأعطيها سماد دبال عادي وانتهى الأمر. لا، الزيتون إذا بدك تعطي إنتاج عالي جدا وإنتاج وفير لازم تفحص التربة وتشوف محتواها من العناصر الرئيسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والبورون وهذه العناصر، بالإضافة إلى الدبال اللي هو السماد الطبيعي أو السماد البلدي. هذه نقطة رئيسية. الثانية، أنت الآن النقطة الثانية اللي هي الحراثة الأولية اللي هي استعدادا لاستقبال الأمطار الموسم الحالي. احنا لما نحرث الأرض نهيئها انها تستوعب اكبر كمية قدر ممكن للتربة تخزين ماء. مرة خلال العام يتم حرث الأرض؟ أربع مرات. المرة الأولى اللي هي بالوقت الحالي ما بعد الحصاد، المرة الثانية اللي هي بشهر 3 اللي هو ربيع الأول مشان الحشائش، والثالثة كمان بشهر 4 برضو في نباتات تظهر فيما بعد كمان يجب إشارتها عن طريق الحراثة، والحرثة الأخيرة اللي هي تجي بأول شهر 5. هذه شو فائدتها؟ هذه فائدتها تسوي ارتخاء للتربة، متنفس للجذر، تحفظ نسبة الرطوبة أكثر بطن الأرض من أشعة الشمس. لأنه عادة احنا خلينا جدا نعطيها لإخوان المزارعين لما يسووا مثلا حوض على الشجر ويزقوها، بعد ما يزقوها يدملوها. ليش الدمل؟ الدمل حتى يعطي أكبر قدر ممكن تخزين الماء بالأرض ما بعد سقي الشجر. نعم، ولذلك حرثة شهر 5 أو أول شهر 5 فهي ضرورية جدا 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 لتخزين المياه بطن الأرض. مهندس، رسالتك الآن إلى كل أخواننا المشاهدين والمتابعين اللي يشوفونا من خلال برنامج يوم جديد. والله أنا أنصح أنه المعلومات اللي أنا حكيتها أنهم يأخذوا فيها بعين الجد، لأنه ضروري جدا جدا، وأنا أركز على فحص التربة لمعرفة محتواها من الدبال والعناصر الرئيسية. أنا بدي أشكرك ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك وشكرا لك. سريعا اسمحوا لي أيضا نتعرف على الشباب الموجودين. صباح الخير. صباح الخير. تعرف عليك؟ إبراهيم نجار. أخونا إبراهيم، الآن شو العملية اللي بتقوم فيها الآن بهذه الشجرة؟ أنا قاعد أقنب بشجرة الزيتون المباركة. نعم. في الغليان والياباس اللي فيها والعالي، مشان السنة الجاية إن شاء الله تعطينا إنتاج أحسن. تستمتع وأنت بتعمل بهاي الشغلة؟ نعم أنا بستمتع طبعاً. كمزارع. الحمد لله. شو بتوجه رسالة كل المزارعين اللي بيشاهدوك الآن وتعطيهم هاي الإرشادات زي ما سمعنا الأخوان المهندسين في وزارة الزراعة، شو بتحكي لهم في هذا الصباح؟ يعني هاي شجرة مباركة. الله يحييك. شجرة مباركة لازم كل مزارع يدير باله عليها، يعتني بيها، ينكش عليها، يجور عليها، يقنبها. من أي شغلة في الشجرة. يعطيك العافية وجهد كبير وجبار لكم كل الاحترام. الله يحييك، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام أكيد بهذا الربط المباشر الصباحي وهذه الفقرة الصباحية نتحدث ما بعد موسم الزيتون وإرشادات زراعية من مدير زراعة لواء ماحص والفحيص وأيضا مع المهندس يحيى الزيادات وأيضا المهندس أسامة الحياري، والحديث عن بعض الإرشادات الزراعية لكل أخواننا المزارعين في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وين ما كنتم. هذه الإرشادات تكون لصالح المزارع الأردني دائما. نتحدث عن موسم من خلال عام كامل، تعب سنة كامل زي ما بيحكوها،
اليوم بنشوف تعبهم على أرض الواقع، والله يعطيهم العافية كافة المزارعين. نتحدث عن تربة بلادنا دائما الطيبة اللي بتطلع هذه الخيرات لكافة المحافظات الأردنية، ويمكن احنا بنصدر أيضا لبعض الدول برا خارج الأردن. اليوم بهذا الرطباج راح نكون معكم أيضا في الأيام القادمة من أيضا من مواقع كثيرة ومواقع جميلة جدا في كافة محافظات المملكة الأردنية، أيضا مع أخواننا وزملائنا أيضا في الميدان. الآن عودة إلى هبة وألكسندرا لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد.